شو هيدي انت خلاص قررت بدك تعمل هيدي ال حرام موجع راسه يمكن بيجع راس طيب تفرج علينا نعم مش طيب كل شيء اليوم هيدي قرر انه خلاص بدنا نجربها لهيدي اللي شفتوها بفيديو قبل هلا بالمشتريات بتجفف الخضرة والفواكه بتجفف بندورة فريز تين لكن انا بعرف هيدا تين يعني هلا هو اجمالا لحتى تغتمي الوقت ما يكون وقت طويل لازم يكون درجة حرارة اعلى كل ما بدك اياه اسرع كل ما كان اعلى بس لازم ننتبه لموضوع كمان قد ايه عندها درجة حرارة هي فرجينا هلا هي 60 درجة حد في بدك اياه بتحطي درجة حرارة بدك اياها بتقوي وبتخفف لكن لا سقفة 70 سقفة 70 درجة شفتي كيف؟ ايه في ناس بقول حطها 100 درجة و 125 درجة هيدا الشيء بيحرق الفاكهة الموجودة يعني لكن شو رح نعمل اليوم يا هيدي؟ هيدي لازم تتجفف يعني تكون هوا سخن تتجفف يعني انا متحمسة بقى نجربها ونشوف كيف بتجفف الفواكه والخضرة شو رح نجرب هلا؟ هيك نشوف هيك بدك تجرب خضرة ولا فواكه؟ هلا لا بدي اجرب التين التين هلا التين حيخلص موسمه بقى خلص بابا قال لي التين اخر موسم للتين لازم نجرب التين يلا لكن لا صوري هون وين؟ هلا هون حاطين 70 درجة تمام فينا ننتقل بكم ساعة وقديش درجة حرارة 70 درجة أعلى درجة لهي المكنة بتجفف يعني هذا الشيء المثالي حلو عرفتي كيف؟ أعلى درجة هي 70 وأدنى درجة هي 40 نحن خلينا نكون سريعين شوي خليها على 70 ايه معك حق بعدين بنحط هيدي بنشوف انه قديش بدنا وقت عديش خلينا نحطها قديش ساعتين ساعتين مثل ما بدك انا ما بعرف يعني ولا مره بحياتي مجرب طيب حنجرب يا ستي هلا على الساعتين طيب تعي شوف شو بيطلع معنا او ثلاثة خلينا ثلاثة ثلاث ساعات تعي نجرب بعدين شو بيطلع اقصى شيء كم ساعة فيه؟ كثير قد ما بدك كم من ساعة؟ 40 ساعة اكثر شيء لا خليها ثلاث ساعات احنا هلا هي اول مره انا صراحه بشفي خلينا نجرب نشوف انا وهيدي يعني هي اول تجربه يلا خلص ثلاث ساعات هلا هون في عندنا كذا طبقه بنحط على الكميه على قد ما نحن نحتاج مثل الصواني على فكره انا جليتهم هول صحيح هي المشينه او هيدي المكنه بعدها جديده بس جليتهم انا كل شيء بيجي جديد على البيت دغري بجلي هلا بنشوف احنا بنعبي هاي ما بنساعد بنحط طابق ثاني طابق ثاني كذا مش ضروري كل الصواني 3 4 5 5 صواني بدي اقول لكم شغله اليوم حبيبه القلب جايه لعنا وعملت لها وصفه من الوصفات اللي قلبها بيحبهم ليكوا شو عملت لها تفرجيكم طنجره ورق عنب مصلي على الحبيب المصطفى ليكو الدخني كيف عم تطلع مكبرة الطنجرة لأنه اليوم عندي عزيمة فعملي عزيمة لبيت عمي وكتير مبسوطة عن جد من مبارحة ومبارحة نزلنا على السوق أنا وهيدي اشترينا الغراض يلي بتحتاجهم هيدي الطبخة ومبارحة ركبت على الغاز هل هي إلا تقريبا هلا بقلكم كم ساعة كم ساعة إلي هيدي من أي ساعة ركبناها والله إلا من مبارحة إلا من مبارحة يعني فينا نقول قطعت 16 ساعة وهي على النار بس شو النار شمعة تحتها أنا مبينة شمعة تحت الطنجرة فإن شاء الله بس يوصلوا رح يأكلوا أكل غير شكل نشوف هيدي شو عم يعمل هون هلا بدي غسلهم غسل التين ضروري تينات بشاهو ضروري التين يتغسل بشاهي التين بشاهي لو ما حيأكلوا بلا غسل بعد ما تغسلوا بس انا كتير متحمسه لاشوف النتيجه هيدي كيف لما بدنا بدك تشرحهم شيء لكي انا بدي اختار اللي هي حبه التين تكون مسكره ما تكون مشقشقه ليه ما بعرف ما رح نشرحهم بلا نشرحهم منقطعهم شرائح بس خلي المفتوحين مثلا تناكلهم هيك معك حق عرفت كيف لانه هدول يعتبروا مستويين كتير ليكو مثلا التين يلي بتكون جاي هيك هيدي بتكون هيك قطر من جوا بتكون هي مستويه كتير هلا هي انا صراحه هلا هي كلها تجارب عمليا نحن عم نجرب يعني لا بس انا كثير يعني حبي اعرف شو النتيجه يلي بتطلع من ورا تجفيف الخضره والفواكه وعبالي يعني جفف بندوره يا هيدي بندوره؟ ايه كثير عبالي لشوف هلا التين اذا نجح ف رح نقضيها تجفيفات نحن والله هيك بيني وبينك هيك شايف انا ايه والله نعملها شغلتنا وعملتنا شو بيعرفك يمكن نكتر الكميات نكبر الانتاج وبلش نصدر على السوق لا عم تمزح نصدر لبرا يلا بكفي هلك رح شيل هذا الصندوق شيل هذا بس هلا يعني
هلا هول التينات اللي يضلوا انا رح احطهم بصحن وحطهم بالبراد. طبعا انا بحط التين بالبراد بدون غسيل لانه بس نغسله بده يتاكل والا دغري بينتزع. احلى شيء عم يصير دغري. اسم الله التينات شكلهم بشهي. نشرب المياه. خلينا نصفهم في صغيره. جيب لك سكينه ولوحه. يلا يلا هيدي جبت لك سكينتين. نقي السكين اللي بتريحك لانه يا لطيف هيدي قديش بدقق على السكاكين. انا بستعمل السكاكين منه قويه وهيدي ما بيقبل الا السكينه تكون قاطعه. لكن هلا في شغله اللي انا يعني بشوفهم بيعملوها. هلا في ناس بتجي بتقطع التين شرائح ما هيك؟ بس انا بحياتي ما اشترينا بالسوق نحن تين مقطع شرائح صح؟ مزبوط. بس كله يا اما بيكون مثل هاي بس ممعوسه ممعوسه صح هيك مفلطحه كمان. صحيح بس هيك ما بيكون مجفف بهي المكنه ومعبين وبشيطان. صحيح يا اما بيكون فينه بالشمس يا اما بيكون مفتوح لاربع اقصين مفتوحه مثل الزهره. مثل الزهره مفتوحه. هلا انا راح اعمل شو؟ مثل الزهره مفتوحه. فرجينا شو يعني زهره مفتوحه؟ يييي هيك عرفتي كيف؟ وكيف راح ترصها؟ تفتح هيك بقى. ما بعرف انا فكرتك رح تقصها سلايزات. لا لانه سلايزات يعني شو هذا بتطلع مثل ورقه. ما انا عم ما بعرف هيك بيكون فيها طعمه. طب شو رايك تعمل شكلين؟ شكلين؟ ايه شرائح ومثل الورده. خلينا نجرب هي كمان. هلا هيك ها هي بالعكس. هلا قطعناها نحن. كيف بالعكس؟ هيدي كمان نحن عم نقصها قطعناها. فهمت عليك. كمان نحطها حده. بدك تقطعهم كلهم؟ يعني الله بيقدرنا علينا. نشوف شو بيطلع لنا. هذا يمكن على فكره يمكن عملية تفشل. معقولة تفشل؟ يا ويلي. انا اول مرة عم بشتغل فيها. دعون التينات. ايه بس انا عم بقى يعني عم شوف اللي يعني بيحكوه قدام الناس وهيك يعني انه كيف بيعملوا. عم نطبق. عم نطبق. هذا اعطيني شيء هيك شيء مفلطح زيت لحتى اكبسها. عشان تكبسهم فيها؟ رح اجيب لك لوحة ثانية. ايه اي شيء. منيحة هي هيدي؟ تمام اوكي. لكن هذا لازم نفلطح ولا لا حتى نحطه ما يتضايق وكذا. بسم الله. هي مثل كبسة بسيطة يعني. لزقوا لزقوا باللوحة يلا ما بيأثر. تمام. نحن عم نصور لكم كل التفاصيل تا إذا انتزعت أو شيء يعني خلص تعرفوا انه العمليه فاشله بس على الاغلب عمليه ناجحه باذن الله. بس كان ضروري هالكبسه هدو. اكيد عمليه ناجحه لاشهر دكتور حياتي. هي ضروري الكبسه لحتى ترقي شوي لانه هي السر فيها انه لازم تكون فواكه رقيقه فيها رق. بس انت ما قطعتهم سلايزات ما بعرف ليش اصريت تعملهم ورود بقى وزهور. انا هلا بجرب يعني اذا هلا بتجي امك تعطينا رأيه. شوف حماتي حبيبة قلبي بس تجي تشوف شغل ابنها شو عم يعمل كيف عم يجفف الفواكه. بدي شوف شو رأيه عن جد عبالي. هلا هني على الطريق شوي وبدقوا الباب. بتعمل طبقين؟ قررت يعني شوف مثل ما شفتي انت واخيرا يعني. رديت علي تحدي رح ينجح لك البسكويتي بينت انفضحنا قدام الكاميرا. على فكره يوم اللي بكون في غدا ورق عنب انا ما بتروق بس هلا لانه قرصتني مع التيم اكلت بسكويتي لانه اذا تروقت ما بنبسط باكله الورق عنب. لكن حنشيل طبقتين هولي حينجحوا اكثر من هوليك يا هيدي صدقا. على فكرة بتعرفي هيدي في كتير بلدان هلا عندهم برد. هي تكون اخر وحدة لكن ايه مزبوط هي اخر وحدة. انا لما جليتهم حطيتهم بالترتيب. بعدين هيك ليش لحاله هيك ممكن ليه لحالك؟ حرام الشمس صفقت له راسه. طيب بالشمس خليه يعرف ويتعلم. الشمس بطلت قوية خليه يتشمس ياخذ فيتامين د. يتعلم تجفيف الخضار. عجبك؟ لو متشمس كان احسن له من هالتعليمي هي. الحكمة اليوم مستشفيات غالية كيف بدنا نحكي؟ يا لطيف. اوكي هلا شو بنعمل؟ نحط هدول فرن. انا برايي هولي رح ينجحوا اكثر. شو رايكم انتم الوردات اللي عملهم هيدي ولا السلايزات يلي سمع كلمتي فيهم؟ نجرب هلا كله. والله شكلهم من هلا بشهي. انا رايي خلص لا بقى تنزع التينات
او بتعرف لا اعملهم اعملهم طيبين. بدنا نجرب طيب بدنا نشوف شو بيطلع معنا. يعني انا من باب خايفه على التينات من باب بقول حتى المجفف يعني انا بحبه. غالي اليوم لكل شيء غالي اليوم. اي والله يسلم تمك خاصة عن الفواكه المجففة بتشترون التوفة صغيرة سعرها هالقد. لك هي بدون مجففة غالي كيف اذا مجفف كمان؟ صحيح. لأن كله اجمال عم يستوردوه من برا المجفف. لك ثلاث طويبات. لك هلا هيدي استثنى صينيتين لأنه خلص ما بدنا نكتر بس آخر صينية فيها هيديك هي البيضة. ايه لازم يكون اخر وحده من فوق هي لها إيه. الفدة لانه الباقيين ما الهم شايفين الباقيين هيك شكلهم هلا طيب يلا هلا بنسمي بسم الله وبنقلها كيف بندورها من هون هلا نجرب بلاي يلا مشي بسم الله بس على فكره انا برايي بدوقت يعني شوي إيه. يعني لبين ما وصلت مرت عمي بنكون بلشنا ها نشوف تباشير النتيجه لك انا عملتها هلا 3 ساعات بس يمكن تاخذ ساعه يمكن ساعتين يمكن بعد شوي يمكن بعد شوي نلاقي نتيجه بس انا ما بعرف اصدق اي قديش بدها وقت يعني على كل حال انا رح اهرب وروح نظف البيت لانه حماتي جايه يا جماعه رايحه نظف البيت بسرعه قبل ما توصل بتعرفوا الحميه بس بدها تجي بده يكون كله تمام كان الكبسه جاي عليكم لكن هي عباره عن هواء سخن بيطلع من تحت مروحه كذا وبيقلب الهواء وكذا بتصير بتجفف هيدي لبقت لهيني انا رايحه يلا برجع لكم بس توصل مرت عمي واجت ست الحبايب واخيرا واخيرا وصلت اذا صار لك ناطرتيني على دمتي ما فيني احكي انا قلت لك على دمتي قلت من امبارحه وحياه الله من امبارحه نزلت على السوق جبت اغراضي الورق عنب شو ورق عنب مصلين على الحبيب المصطفى ما شاء الله ريحه عافيه بكل الدنيا بدي اقول على جدارنا بالحكي ريحة بوسع اخر جنينة انا عم ادخل بنين بالنهاية الورقة العنب على الطريقة الطرابلسية الاصيلة اللي هي على طريقة ست الحبايب على طريقة مرت عمي فكبرتها للطنجرة يا حذركم ليش؟ انتوا ما سألتوا ليش؟ مين غير ست الكل عنا؟ ما عم تنهي في انا موجودة في انا وهي كمان اول زيارة لسلفتي اميرة للبيت اهلا وسهلا فيك اهلا فيك حبيبتي ان شاء الله مبارك النقله وتشوف على وجهه الخير يا رب حبيبه قلبي تفرجيك تشمون ما بعرف ليكو شموا انا بفتح الغطا وانتو شموا يخز العين اللهم صل على النبي تبارك الرحمن يخز العين يخز العين شو رايك مرامي يخز العين ما شاء الله تبارك الرحمن بدي اقول لهم شغله انه قبل هلا انا عملت لكم الورق عنب عملتها صورتها بفيديو لحال قلت لهم يا مرت عمي انه بضل من اليوم الصبح لبكره على الغداء اكيد عرفتوا أكيد. كيف؟ يعني تقريبا يومين يوم ونص بضل هو على الغاز في ناس قالوا ايش شو هالاكله خلصت جره الغاز عم حبيبتي اول شيء ورق العنب مكبوس بملح بده غلي ما يقدر الورق العنب الاخضر ما بياكل غلي لا بيحمل عظام الفريش ما بياكل غالي لا بيحمل عظام ولا بيحمل ليه ولا بيحمل لحمه صح عم دغري بيستوي صح وضل ميته رخوه هذا المكبوس بالملاح يا عن جد ما شاء الله تبارك الرحمن بضل بيحمد يعني من امتى بدك تخليه بحس انا على فكره انا مره جربت اللي انتم عم بتقولوا عنه تركته يعني عملته الصبح واكلناه على الغداء ما انبسطنا فيه ما بتاكل ما بتاكل ليلى حبيبتي انت هذا اللايكتك بيصوت ما شاء الله لازم الزوم يعقد ما شاء الله بيعقد لازم الزوم يعقد مثل ما قالت مرنا الزوم يعقد بزن عين ما شاء الله تبارك الرحمن وبيحمل غلبلك وشغله ثانيه انا تعلمت كمان من مرت عمي انه لازم نكشف الطنجره تالورق يسود صح اذا ما سود الطنجره برافو عليك يا ليلى صرنا عم تحفظي درس شاطره صايره شاطره شايفين ما شاء الله يعني هلا اذا قلت لها يا شاطره يا اميره بتلبق لها بتستاهلها بتستاهلها والله يا كسلانه اميره تعال فرجيكم اميره تعال فرجيكم اميره انا سبت انا طيب انا حبيبتي عم تجيني عطا حبيبتي شدي معي عطا ورق عنب انت اميره انت قولي ايه وبس تنعزمي على ورق العنب خديني معي لا لا بتطلع بلين شديتي مع بعضكم شديتي مع بعضكم بس عن جد اميره قد ايه انا مشتاقت لك صار لنا زمان ما شفنا
بعض. يعني بتقول شغله قولي، كلنا عم يقولوا انه معقول طلعتوا على الضيعه وما شفتوا بعض وما التقيتوا وما صورتوا لنا فيديو؟ ما كنا نطلع مع بعض، ما كنا عم نطلع مع بعض ابدا. يعني يا اما هن ببحر الاسبوع يا اما نحن باخر الاسبوع. مزبوط. هيك عم بتصير، مزبوط. ناس بتطلع ناس بتيجي حسب اسهال ازواجنا يعني، انه هن مزبوط. فعن جد ما كنا عم نلتقي ابدا. صحيح. هلا يعني ما بقى بدا. لا خلاص عن جد يعني انا حسيت الصيفيه فرقتنا والله يا مرت عمي. ما كنا عم نشتغل يعني، بس اما حبيبتي كل واحد منتهي بشغله، الله يبعثها العافية ليلى حبيبتي، كمان الله يقدمك العافية ورجال كمان. انا بعرف وهلا الحمد لله الحمد لله اخيرا التقيت ليكيها الحمد لله حبيبتي. ايه والله فبدي اقول شغلي بخصوص الورق العنب هيدا السواد، هيدا هون بطرابلس قصد بيسودوا لورق العنب، مجرد ما انه تتكشف الطنجرة بتسود الورقة بيسود. الله يسودك المطر السواد هيدا كلمة مهمة حبيبتي. فاليوم رح تشوفوا عجقة كتير بالبيت لانه اسم الله العيلة الفاميليا كلها مجموعة. وشو بكون برافو عليكي ليلى على 10 هذا المهم. مظبوط. نحن مخلينا على بالسوق ابدا، انا بشك مخلينا. احذري ليه؟ ليه؟ لانه يا مرت عمي الورق العنب عن جد بيلبق له النعمة. عم حبيبتي بتجيبي ضمي ضمتين ما بيهم بتكفي يخز العين. نحن اسم الله كم عيل اليوم؟ الله يبارك. 3 4 عيال بسم الله ما شاء الله. يعني مرت عمي وبسلفتي وبنت عمي وجوازهم ونحن النعنع. انت جايب النعنع على الاخضر جنب الورق عنب، بس حذاري نحن شو ناكل يعني. نحن حسب اهلي. ايه حسب عم في يطرق عدد. قولي مع انه انت طرابلسيه كمان اميره. صح. بيحشروا الثوم بيحطوه سوس جنبه. والله طيب. كثير طيب. محمد ما كان ممكن. عندك كان عندك صار عندي. انا مرضى الورق عنب عند ماما كثير حبوا مع الثوم. كثير طيب. اميره على فكره الثوم بيقتل الزفر بتحطوه. بيريح بالاكل. ثوم كثير منيح. الاكل بيمنع الزفره. والله شوقتيني جربه على فكره. دواء التهابات لجسمك على فكره. هو الثوم انتي بيوتيك طبيعي. ايه بينفع الضرر ليلى لانه صحيح. يعني ما شاء الله عظام وليه ولحمه الله يبارك. لازم ياكل نعناع عشان يقضي على ريحه الثوم. معك حق. بس بتعرفي رح جرب الثوم. لا هلا ذوقي اذا ذقتيه ما بتقعدي تكي ورق عنب. طيب بيقولوا طيب. انا بتعرفي يا اميره هيدا الورق عنب نحن طريقتنا غير هيدي الطريقه، يعني انا هي طريقه مرت عمي. فلما اكلت الورق عنب بالاكثر شيء الأعياد عند ست الكل لما كانت تعمل لنا طنجرة قد هي اسم الله قد هي دي الطنجرة تعمل لنا ورق عنب كانت تحط لنا نعنع. صح. فأنا لها أنا هيك. صح. صح. فلهلا أنا كل ما بشم ريحة النعنع بالسوق بقول الله عشي صحن ورق عنب بدي ورق عنب. يا حرام قطعت لها قلبها لمرت عمي. إن شاء الله هلا إن شاء الله بتيجي بتغدي وبتفتحي شهيتك بوجود الحجة حبيبة قلبي. بتكون الحجة موجودة بتفتح شهيتك. بدي أقول لك شغلة، أنت متى ما سألتيني على هيديك؟ بسم الله ما شاء الله تبارك. هلا عرفتها شكلية. بسم الله ما شاء الله شكلية. هذا لتنشيط التين لحتى يلبس. بتعرفي شو يعني الشكلية؟ ما شاء الله شو يعني يعني شو هي؟ ما شاء الله يغزل عين ما شاء الله. ايه فقعد هيدي من الصبح عم يسطفهم عمي. ايه عم بيقول بدي اجربها لانه لما اشتريناها يا مرت عمي كل يوم نقول اليوم على بكره بكره واليوم. عم حبيبتي بتساعد. اميره اميره هي اول تجربه فلسه ما عرفنا شيء من شيء. بسم الله ما شاء الله. ناطرين هلا هلا بيطلع تين مجفف. هلا بيطلع تين مجفف بس قد ايه رح ياخد وقت انا رح اقول لهم لحبايب قلبي اللي متابعين. بس الحلو طبقات. اين اني مرت عمي؟ شاطره شو هذا؟ لا لا عم يطلع مني عم يطلع منك شيء. هدول هدول من حبيبه قلبك. يا حبيبتي من بنتها لمرت عمي بنت عمي. كلهم شافوا الفيديو. زنبق للزنبق يا عمي. حبيبتي حبيبة قلبي. بس بتعرفي يا مرت عمي كتير كتبوا لي لما نزلت الفيديو قالوا لي يا ليلى حطي سكر بالمي. البيضاين بيضاين كتير. ايه صحيح. ايه والله فحطيت حطيت معلقة سكر بالمي. ويا مرت عمي عن جد شفتي قد ايه طولوا؟ ايه ما شاء الله يغزل عنب. مين حصله ولا مين اللي بقله؟ مين مين حصله مين اللي بقله؟ انا شو انبسطت فيهم. كثير حلو. فاميره نعم. متحمسين على قلب هيدي الطنجره ولا ما نكون متحمسين؟ اكيد يعني بلا تلوين. والله والله وسام عندكم مخبيين بطننا ورا العنب. والله وانا قلت لهم كمان بالكومنتات كنت عم باكل بسكوتي يا حرام. قلت لهم بعدني بلا ترويق انا طرت ايمتى تيجي مرت عمي؟ ايه والله وبدي اقول لكم شغله كمان. احذروا مرت عمي شو جايبه معها؟ الصينيه. ما عندها صينيه. ما عندها صينيه اموره.
ايكو شو جاي اخر لحظه انا عم بقفل الباب بدي انزل او متذكرت اي حشمه كبيره صحيح صحيح لحتى تجي على قد بسم الله ما شاء الله تجي على قد دخلك والله ما عرفنا فرجينا ما شاء الله تعزمك الف الحمد لله تحترقي والله اذا تحترقي فيها بدري ايه ببيعك اياها انا رح اشتري منها بس والله والله يا مرت عمي كل ما بروح على هذا المحل اللي بجيب منه الادوات المنزليه بلاقي الصينيه اللي حرفها ما بيكون هيك كيرف بيكون مثل الشفره لا بدك اياها غميقه اكيد لا غميقه بس حفتها مثل الشفره بتجرح بتخوف والله ف اذا لقيتي لي وحده بالسوق جيبي لي مرت عمي ساعه بدك ملوخيه ساعه بدك صينيه ساعه بدك لا محشمه عصبت مرت عمي انا لاروح شوف الطنجره كلها عم تسيري يا اميره لا ما عم تدافعي عني حبي مع الله يعني انا يعني انا لا ليش فرطت شغله محبه مع الله حبيبه قلبي دخيل قلبه والله بتسوى تقلب انا جنبي انا هلا انا صرت اللي بعيده اعملي معروف عمو حبيبتي بدي شخطونه عبي لك الوجه ايه اعملي معروف ايه تمام هيدي هي تمام ايه وبدي جنطه غميقه لحط لك المرأه المرأة يعني الزوم نحن بدنا زوم يا عمو حبيبتي حتنكسر الكرسي فيني خير الله يخزن العين هيدي بس 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 رح يطلعيهم بلا ما نعوزهم كلهم لا سابقيني لا 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 اسمعي الكلمه اسمعي الكلمه انا عارف مش مهم عمو حبيبتي حوزي اسمعي الكلمه الله يخزن العين هيدي حوزي ثاني مرة إذا عسين أميرة بتطلع خلص أنا بطلع مظلم ماشي هلا بتعطيني ملعقة غميقة يعني الكفكيرة هي مشان نفسر كلام الطرابلسي ملعقة غميقة الكفكيرة الكفكيرة هي وين الكفكيرة يا شاطرة؟ بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم ها بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله بدك تخففي اول شيء مي اكيد يعني ما فينا نقلبها بالصينيه بتطرطش الدنيا طب هيك احلى ما تحترقي لا ما بتحترقي يا عمو حبيبتي بلا سم يحمل لا امسكها بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله ها بسم الله بك انا اول شيء حنخفف الميات اكيد ما تكبي الميات لا لا بيلزمونا لا بيلزمونا بعدين بالتسخين فين حامض فين ماء مية اللحمه في مية العظام يزعل مني اذا بتكبيهم وعلى فكره هو على الغالي عم يطلع لفوق لكن بدي اقول لكم شغله يا حبايب قلبي الفيديو لليوم انا رح انهيه هون وباذن الله على بكره بنفس الوقت رح تشوفوا نحن نهارنا كيف مضي مع حبيبه قلبي اميره حبيبتي وست الحبايب مرت عمي ان شاء الله فبتمنى من كل قلبي يكون عجبكم هالفيديو واكيد رح فرجيكم نتيجه التيم هيتي معكم نار نار خي عمي عمو حبيبتي رح فرجيكم نتيجه التيم شفتوا بدي غدا يمكن جوطه ثانيه مشان لا لا بدي احط هلا الورق اميره بدها تطلع هالورق انا ما خلص الورق انا حبيبتي رح فرجيكم على بكره لانه لسه التينات ما خلصونا شوف نجحت ما نجحت عمليه فاشله هلا مرعى العادي اللي بشيل فيها السكر تفكير السكر ولا هي هاي يلا هيدي بسم الله فإذا عجبكم هالفيديو ما تنسوا تضغطوا على زر اللايك واشتركوا بالزر الأحمر اللي أسفل الفيديو واشتركوا بقناة أميرة اسمها لمسة يد راح أترك لكم الرابط تاعها بآخر الفيديو بتبين مع المقترحات لنكبر هالعيلة الحلوة أكثر وأكثر كل شيء بدي أقول إني بحبكم كثير الله يسلم ديتك يا عم اللون أول مرة يا عم اللون بالعادي الله يسلم ديتك بحكي ضميري عجبوها شكلهم عجبوها حبيبتي أنت غير شكل ملتقانا على بكره بنفس الوقت باذن الله باي